بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس جي اف اكس اكاديمي دوت نت. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون على الطريقة الفعالة لتفريغ الكروما. مش عايز اطول في المقدمة، نبدأ على طول. بعض الملفات دي او الملفات اللي انا هشتغل عليها ملفات جات لي من الشركة اللي انا شغال معاها في عمل مؤخرا، وطبعا بيتبعت لي الحاجة لو ريز او بجودة منخفضة علشان بس بيتعمل هنا التفريغ او المجرد بس تفريغ، بعد كده بتتبعت للشركة تاني. البروجكت فايل مفتوح بيتبدل بملفات عالية الجودة. مبدئيا علشان نبقى واضحين، مفيش حاجة اسمها انك تفرغ كروما على فيديو مضغوط، استحالة استحالة انك انت تفرغ كروما على فيديو بامتداد ام بي 4 اف ال في مش عارف ايه الكلام ده كله. ده من رابع المستحيلات انه يطلع معاك مظبوط. الكروما زيها زي التراكنج بالظبط. لو ما كانش الفيديو كلير، ما كانش الفيديو واضح بدقه عاليه، استحاله انك تجيب حواف مظبوطه، استحاله انك تحصل على درجات الوان مظبوطه. على سبيل المثال انا ببعت للملف اف ال في مساحته 1 ميجا، يعني 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 انا لو فتحنا الملف اساسا وجينا نبص، ادي الجوده بتاعه الملف زي ما احنا شايفين، الحواف كلها بلر. غير كده لو احنا مشينا بالملف شويه زي ما انتم شايفين، ادي النويز والجرين اللي موجود على الفيديو نفسه. طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص في تفريغ الكروما. اختلاف لدرجات الالوان هنا زي ما احنا شايفين مش الدقه، ما تنفعش نهائيا انك انت تفرغ عليها كروما. لكن طبعا انت بتعمل التفريغ درافت على قد ما تقدر، وبعد كده بيتبدل بالملف عالي الجوده. ده مبدئيا علشان نفس القصه في الملف الثاني. اولا برضو ما ينفعش ان كروما يبقى فيها موشن بلر زي اللي احنا شايفينه ده، تمام، بيدي نتائج يعني زي ما احنا شايفين، ادي البلر نفسه وادي الجرين تمام اللي موجود على، لو احنا في لقطه انا هوقف لكم فيها تمام، لو احنا مشينا قدام شويه زي ما احنا شايفين واضح جدا 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 جدا. ادي يعني انا لو كبرت، بصوا ده اللي انا بتكلم عليه. ما ينفعش ابدا انك تفرغ كروما وعندك كل البكسلات اللي موجوده في الصوره دي زي ما احنا شايفين. ادي الحواف، مستحيل مستحيل مستحيل، ولا لو حتى جبت مين بالذي عشان يفرغ كروما انه يدي لك حواف مظبوطه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده مبدئيا علشان نكون واضحين في الخامه اللي احنا بنشتغل عليها تفريغ الكروما. لكن احنا هنحاول نشتغل على الصوره دي، ومبدئيا انا هشتغل على الصورتين لان كل واحده فيها عيب مختلف عن التاني. الصوره الاولانيه فيها عيب خطير قوي، ان هو هنا في شادو وهنا درجه الكروما مختلفه عن الباقي. هيعكسك ده في ايه؟ هيعكسك لما تيجي تشتغل على السكرين جين، انك انت لما تعلي السكرين جين هتطلع معاك هنا مش مظبوطه، وهتطلع معاك هنا مظبوطه. فده عيب خطير قوي وممكن ياكل لك الحواف بتاعه الشخص. الصوره الثانيه لو احنا رجعنا لورا تمام، لو احنا رجعنا لورا شويه هنلاقي ان النضاره نفسها عليها اخضر. ده طبعا ساعه ما اتفرغ هتلاقي العين دي اتخرمت. طيب ازاي نتفادى العيبين دول؟ تعالوا الاول ناخد صوره انا عايز احطها كخلفيه للشخص، طبعا اي صوره، بس علشان اوريك ازاي انك انت تعمل كلر كوركشن وانت بتفرغ الكروما. يعني تفريغ الكروما بحد ذاته انا هخليه لك انك انت بتعمل 90% او 80% من الكلر كوركشن لمجرد بس انك تفرغ الكروما بالطريقه اللي انا هقولها لكم. يعني انا مش عايز اقول لكم اللي هيتقال لكم في نص ساعه ده، انا قعدت فيه حوالي 4 ساعات على ما عرفت ان انا اتوصل له، خصوصا كمان ان كانت الجوده ضعيفه جدا جدا جدا. خلصنا من ده. تعالوا مبدئيا ناخد اللقطه اللي قلت عليها، نعمل نيو كومبوزيشن. مبدئيا انا عايز ان انا اعمل كت لكل الكلام ده. اول حاجه هعمل كنترول دي وهضغط ده، هسميه مات، وهسمي ده سورس. ليه؟ عشان انا ساعه ما هعمل تفريغ للكروما اللي هيحصل ان يعني انا هخسر او احنا هنخسر درجه الوان من اللي موجوده على الشخص نفسه، فهحتاج ان انا ارجع نفس درجات الالوان دي تاني وابدا اعمل الكلر كوركشن بتاعي. فعشان ارجع نفس درجات الالوان دي تاني محتاج نسخه تانيه مطابقه من السورس نفسه. هنخفي دي مؤقتا وتعالوا ليه سورس، كنترول شيفت سي نعمل لها بري كومبوز،
ودي هنسميها سورس كومب. تمام. وهروح اعمل الكي لايت او هروح اضغط او اخد الماسك الاول وحاول ان انا ما ابعدش قوي. تمام بالشكل ده كده مشي شويه قدام. تمام كنترول واسحب دي واسحب دي واسحب دي بس يكون عندي مساحه. طبعا انا مش محتاج لكن عشان الديتيلز هروح هنا واكتب كي لايت دبل كليك على الكي لايت. اول حاجه اعملها هروح للسكرين كولر ودايما انا بحاول انقي الدرجه اللي قرب الجسم نفسه يعني حاجه من هنا من هنا. هروح كده واقوم جاي رايح واخد كليك على دي. تمام بالشكل ده كده. طبعا ده الفاينل ريزلت ما ينفعش ببصله. هروح بعد كده للفيو اقول له كومبايند مات. الفرق بين كومبايند مات وسكرين مات، سكرين مات مش هتشوف الماسك زي ما احنا شايفين طلعت بره الماسك، لكن كومبايند مات هتجيب لك بالظبط على اللي انت عامله. بعد كده اول حاجه اعملها ان انا اظبط السكرين جين، السكرين جين علشان وتظبطها لحد يا دوب ما تبقى الحواف دي حواليها اسود، اللي بره ده مالكش دعوه بيه. هنعلى سنه كده تمام لغايه ما نجيب اسود على بس. خلاص كده ضمننا ان الحواف دي كده عليها او حواليها اسود. فاضل بقى الاجزاء اللي بره دي. الحته دي دي اللي هتاخد مننا شغل. تعال نروح للسكرين مات ونعلي الكليب بلاك سنه تمام لغايه ما نضمن ان الاجزاء اللي بره دي بقت تمام. دي هتحتاج مننا زي ما قلت محتاجه مننا شويه شغل. بعد كده قلل الكليب وايت لغايه ما يبقى الجسم كله ابيض. تمام بالشكل او بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. خلي بالك بقى لو علينا السكرين جين عن كده لو دي هتروح قصادها حتت تانية هتروح من هنا. ليه؟ لاختلاف درجة اللون هنا بطريقة كبيرة عن هنا. طيب كده تمام كده تمام مية مية. نرجع من الكومبايند اروح للفاينل ريزلت ابص بصة للوهلة الاولى هنقول كويس لكن هو مش كويس على الاطلاق. لو رحنا بعد كده للانترميديت ريزلت دي هتورينا بقى انه فعلا مش كويس. تمام اولا واضح الجرين سبيل، الجرين سبيل اللي هو لسعة اللون الاخضر طبعا باينة قوي على الساعة. تمام باينة قوي على الحتة اللي على الشمال او باينة على الجنب الشمال باينة على اليمين الى حد ما باينة على الحتة دي من وشه وباينة كمان على العقال بتاعه من الجنب ده اوضح من ده. اللي باينة قوي بقى فعلا الحتة دي. طبعا خلي بالكوا البكسلات دي عشان الدقة ما تنفعش. تمام فانت حاول لو جات لك دقة قليلة ما تجهدش نفسك قوي في الشغل. اطلع باحسن درجه ممكنه وبعد كده خلاص انت مش هتقدر تعمل حاجه. يعني مثلا حاجه زي الحواف دي ما تعرفش تعمل فيها اي حاجه خالص لان طبعا هي جايه الدقه بتاعتها مش كويسه. نيجي بعد كده نشوف حل للمشكله دي. عشان نحل المشكله دي مبدئيا انا هغير الانترفيس شويه. هروح هنا اقول له نيو كومب فيور واسحب هنا. طبعا انا مش عايز اتكلم بقى نيو كومب فيور ومش عارف ايه كل الكلام ده انا قلته في كورس البيزكس في جي اف اكس اكاديمي دوت نت. بعد كده انا هقفل الكومب فيور ده على الكومب دي وانقل ده افتحه وافتح الكومب دي بحيث ان انا اشوف قدامي. طبعا انا عملت موف غصب عني اشوف قدامي الحته دي. انا شغلي كله هيبقى في المنطقه دي. طيب هعمل كنترول الت واي عشان احط ادجستمنت لاير واحط على الادجستمنت لاير دي احط كيرفس. لو خدت الكيرفس حطيته هنا انا هاخد ماسك. انا عايز الماسك يبقى بالظبط على قد الحته دي كده عشان ما نبقاش يعني تقريبا من اول الحته دي ودي ودي حاجه بالمنظر ده كده. اضغط اف وادي مثلا فيزر وليكن 25 مش عايز فيزر كبير عشان ما اعملش انا سبيل على رجله. نيجي بعد كده نبدا واحده واحده بقى. اللي هنعمله في كيرفس هنا هيبان هنا. طبعا انت محتاج انك توصل دي لنفس الدرجه على الاقل بتاعه اللي قبلها.
فكل اللي هنعمله ان احنا هنفتح من اول الشادوز شويه زي ما انتم شايفين راحت من هنا. اذا مش كل حاجه هشتغلها بالكي لايت، مش هفضل ماسك الكليب هوايت والكليب بلاك والسكرين جين وافضل طالع نازل وفي الاخر مش توصل للي انت عايزه. لازم تنتبه قوي لاختلاف درجات الالوان. طبعا الدرجه دي يعني الدرجه دي كانت هي قريبه شويه مني، انما دي كانت بعيد خالص. لا لو قفلنا الكيرفس بعيد جدا عن الدرجه اللي احنا عايزينها. اذا ده الكوركشن اللي اتعمل في السورس كومبو، عشان كده انا خدت ده في كومبو لوحده عشان اعرف اعمل فيه اللي انا عايزه بعيد عن شغل الكي لايت. نقفل ده بقى ونرجع لدي عشان نعالج المشكله بتاعه الجرين سبيل اللي على الحواف. مبدئيا تعالوا نروح للسكرين بريبلر. البريبلر اللي هو التنعيم اللي الكي لايت بيعمله قبل ما يعمل عمليه الكينج. لو خليتها مثلا 2 اذا اصبح في شويه تنعيم حبتين. ممكن اعلي الكليب بلاك دي سنه تمام، بحيث ان انا اخد شويه حواف من دول على قد ما اقدر لجوه. اجي بعد كده على سكرين شرينك جرو، ده بيعمل زي قص للحواف دي. خلي بالكم انا في هنا ديتيلز راحت مني بالظبط كده كفايه قوي، بعد كده مفيش طبعا. بعد كده هقول له سكرين شرينك جرو، هقول له مثلا سالب 1 فياخد الحواف دي لجوه شويه. بعد كده ما عادش عندي اي حاجه للكيبورد. كل اللي انا هعمله عشان ارجع المعلومات اللي انا خسرتها من الالوان والدرجات اللي انا خسرتها من الالوان، ان انا هطلع الفيديو اللي تحته واروح لاف 4 واقول له الفا مات. بالشكل ده انا رجعت اللون زاهي زي ما كان مرة تانية. كل ده احنا في الانترميديت ريزلت، الفاينل ريزلت اهو. تمام؟ ماشي. هرجع للانترميديت ريزلت واكمل. اجل ده بقى كل اللي انا هعمله عفوا. كل اللي انا هعمله ان انا عايز اغير اللون الاخضر ده لاقرب درجة جنبه. طبعا اللون الاخضر ده يعني ممكن اغيره للدرجة دي، غير كده كمان الدرجة دي هتساعدني كمان ان انا اغيره او ان هي قريبه من الدرجه دي. كده كده بعد ما تفرغ كروما امشي بالشغل بتاعك قدام، اختار اي فريمات عشوائيه، شوف هل في اخطاء حصلت. ممكن الكتاب ده على فكره كان يتخرم منك لو كان في سبيل اخضر بطريقه عاليه. تمام؟ طبعا احنا ماشيين عشوائي كل الكلام ده. نبص اهم حاجه على الساعه، نعمل الفا كده تمام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. نرجع ورا، خلونا نيجي في لقطه هو بيتحرك فيها عشان لو في موشن بلر. بعد كده تعالوا بقى نروح ل هيو والساتوريشن. الاول نروح هنا انترميديت ريزلت زي ما احنا تمام. نطلع قدام، خلوا بالكم انا هركز على الساعه، هركز على الجزء اللي تحت، وهركز على الجزء بتاع العقال اللي هنا ده. مبدئيا تعالوا نقول له الشانل كنترول بتاعك، هقول له الجرينز يعني انا هشتغل على اللون الاخضر، اسحب الازرق او السيان، انت مش عايز ازرق او سيان، انت عايز شغلك كله يبقى في المنطقه دي. مبدئيا هنحدد او هنعمل دي ساتوريشن للون الاخضر، مش قوي طبعا عشان برضه انا عايز لسه درجه لون، ونغمقه عشان كده كده ما يظهرش. هو بصفة مبدئية هي راحت، يعني بصفة مبدئية هي راحت. لو احنا طلعنا عملنا كده هنلاقيها الى حد ما اختفت. اظن واضح قوي الدقة شكلها عامل ازاي للمرة الالف بركز على الدقة في تفريغ الكروم. بعد كده تعالوا بقى نروح ناخد دي نوديها مثلا ناحية اللون الاحمر شوية كده. بس اهم حاجة بقى كنترول زد، اسف، اهم حاجة بقى الكتاب اللي فوق ده. تمام، لو انا عملت كده الحمد لله مفيش الوان اتغيرت. عايز اوريكم حاجه مهمه جدا يا جماعه، بصوا على كتف الراجل ده من هنا وبصوا على الساعه دي من هنا. لو انا شلت الهيو ساتوريشن شوفوا ايه اللي هيحصل. ها شفتوا الجرين اتشال. تمام، فاضل بس ان انا اظبطه. هاخد ال 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 الجرين كده واوديه ماب للاصفر شويه. بعد كده ممكن احول اللون ده للون تاني وليكن مثلا هناخده لون قريب من لون السكين او الجلد. بصوا هنا الموضوع بقى مختلف تماما عن
الاول اهو. بصوا شفتوا، بصوا السبيل اللي هنا كده تمام، اعتقد ظهر قوي تمام. ممكن ازود الساتوريشن بتاعه شويه، والدرجه دي ازقها قدام حبتين. بعد كده هروح لكيرفس، دبل كليك على كيرفس. عايز انا شكلي هنا اشتغل على الميد تون، عايز اروح للريد، وفي الميد تون هايلايت مش الميد تون شادو، عايز الميد تون هايلايت، وارفع الريد شويه بس علشان ارجع لون البشره، عشان ارجع لون البشره بتاعه. وفي الشادوز هاخد الريد بعيد بس شويه عشان ما ياثرش على الساعه بالشكل ده كده تمام. كده كده اعتقد هاخد البلو من الشادوز حاجه بسيطه قوي بالمظهر كده. يبقى احنا فرغنا كروما، خلصنا من البرايمري كلر كوركشن. طيب نيجي بعد كده للنقطه الاهم، اللي هي بقى لو انا عايز احط صوره وليكن ورا الراجل ده كده تمام، وعايز الهايلايتس او الحتت المنوره اللي موجوده على الراجل نفسه او الشخص نفسه، والحواف تاخد نفس الكالر بتاع الباك جراوند. طبعا كده يبقى انت فرغت كروما مظبوط وزي الفل. تعالوا الاول، انا هشيل دي، هروح للاثنين دول، خلاص انا خلصت الدنيا هنا مش محتاج اي حاجه. كنترول شيفت سي، وهسمي دي مثلا فاينل كيينج خلاص، وانا لازلت محتفظ بالالفا. هاخد الصوره بتاعتي احطها تحت، هضغط اف 4، خلي دي مثلا ولتكن 3D، مش مهم الخطوه دي على فكره، بس انا عايز اخرج الراجل ده اطلعه، او اخرج الشخص اطلعه ل قدام حبتين بالمنظر ده. طيب بعد كده هاجي على الكروما نفسها وهنعمل حاجه حلوه قوي. انا هاخد الوان الخلفيه دي كلها احطها للراجل ده، يعني هخلي الار والجي والبي بتاعه هي هيها الار والجي والبي بتاعه الباك جراوند. لو انا رحت قلت له سيت شانل، هاخد سيت شانل وهقول له خد لي السورس لاير، خد لي اللاير اللي ورا كده، خد الاحمر من هنا حطه هنا. هاخد الجرين نفس الموضوع، واخد البلو نفس الموضوع. اظن كده ده بقى دي، يعني اصبح الالوان بتاعت، على فكره ممكن الافكت ده تعمله لما تحب تعمل شكل هولوجرام او شكل شبح او ميتال او الكلام ده كله، ولو ضفت عليه ديسبليسمنت ماب او تربولان ديسبليسمنت هيديك الافكت اللي انت عايزه بالظبط. المهم مش موضوعنا، نكمل بس الاول الباقي. انا قلت له سيت شانل تمام، كل الفكره دلوقتي ان انا عايز اعمل زي بلر او تنعيم للشخص نفسه. هقول له تشانل بلر. ميزه التشانل بلر ان هو بيعمل بلر على الالوان مش بلر على الفيديو بصوره عامه، بمعنى ان انا لو قلت له الريد بلرنس، قلت له انا قلت لكم بخمسه مثلا، الالفا اللي هي على فكره بقى الالفا دي اللي هتعالج لك الحواف بتاع الكروما، هتخلي الحواف دي واخده نفس الهايلايت بتاع الباك جراوند، فانت علي وطي فيها زي ما انت عايز. هقول له مثلا ولتكن 10، دي اللي عملت الفرق اهو، اظن الحواف اتشالت بقت واخده نفس الدرجه بتاعه الباك جراوند. ريبيت ايدج بيكسلز عشان اتفادى اي حاجه بعد كده. في بس حاجه واحده، ان انا عايز اقص بقى، انا مش عايز الباك جراوند تفضل موجوده تمام، انا عايز اخد الباك جراوند دي كلها كده تبقى هي في الالفا بتاعه، او اخدها من الالفا بتاعه الكومبوزيشن اللي احنا عملناها او اللي احنا عملنا فيها الكينج، اخدها من الالفا احطها جوه الشخص نفسه. اللي يعمل لي الموضوع ده ليفلز، بس خلي بالكوا ليفلز انديفيديوال كنترولز، ان هو اللي فيه الحته دي. لو رحت للالفا كل ما في الموضوع ان انا هقلب الاوت بوت بلاك والاوت بوت هوايت، هخلي البلاك هو اللي 255 والهوايت هو اللي زيرو، بالشكل ده بقت دي الفا، بقت دي الفا او اسود يعني. حلو، بعد كده
بعد كده فاضل حاجه واحده عشان اطلع هنا الالفا، هروح اقول له سي سي كومبوزيت. لو خدت سي سي كومبوزيت هاجي بعد كده اقول له في الكومبوزيت اوريجينال هقول له ستنسل الفا. ستنسل الفا يعني لو انا خلاف، لو انا شلت دي كده شفتوا ده اللي انا قلت لكم عليه، انا عايز ارجع الالفا مره تانية، يعني انا عايز اخد بس الايدجز تمام وارجع الالفا مره تانية. طب انا عايز ارجع الراجل، كل ما في الموضوع انك انت هتعيد السي سي كومبوزيت مره تانية، لكن المره دي نقي اي بلند مود يعجبك على حسب السين اللي عندك. انا بتعامل مع سكرين او اد اي واحد في الاثنين او اللينير دوج. هروح للاد واقول له ار جي بي اونلي، لا كده هيشتغل على الفا فقط مش هيشتغل على الار جي بي. لو شلت دي هرجع الراجل مره تانية وهوريها لكم واضحه جدا. اظن انتم شايفين هنا الهايلايتس بقت عامله ازاي، تمام هنا بقت عامله ازاي، وعلى على الحواف بتاعت الكتف بقت عامله ازاي، وعلى العقال بقت عامله ازاي. يعني انت تقريبا عملت الكالر كوركشن قبل ما تبدا تشتغل. لو رجعت لك الباك جراوند كده فعلا الراجل كانه قاعد في حقل القمح. كده كلمتكم على اول فيديو اللي كان فيه المشكله الخاصه ب الجرين كولر سبيل. ان شاء الله في محاضره ثانيه اكلمكم على الجزء الثاني لدي الوقت بس. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.